بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 35 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، يقول ما المقصود بهذا الحديث؟ وإذا سافرت لوحدي هل أأثم بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث واضح وظاهر أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر وحده، ولا يجوز للاثنين أن يسافر وحدهما، لما في ذلك من الخطر، لأنه لو عرض له ما يمنع مواصلة السفر من مرض ونحوه أو أي عارض، لا بد أن يكون معه من يساعده على تحمل هذا العارض والدفع عنه. والاثنان أيضا لو تشاجر فيما بينهما، من يتوسط بينهما ويفك النزاع بينهما؟ لذلك نهي عن سفر الاثنين لهما، وقيل والراكبان شيطانان. وأما الثلاثة فهم ركب، لأنهم جماعة يستطيعون المدافعة ويستطيعون يعني دفع الخطر الذي يعرض للمسافر بإذن الله. هذا من آداب السفر، هذا من آداب السفر. ولكن في الوقت الحاضر لما كانت الخطوط السيارات، كانت السيارات فيها كثيرة متواصلة وفي محطات كثيرة، فأنت تسير كأنك تسير في شارع وبين بلدان. في هذه الحالة لا مانع أن الإنسان يسافر وحده فيما يظهر لي، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ عدنان بهجت، سؤالي: أنا متزوج منذ أكثر من 17 سنة ولم أرزق بطفل حتى الآن، هل عدم الإنجاب والصبر على ذلك يعتبر من الابتلاء؟ وماذا توجهونني مأجورين؟ الصبر غير مشروع في هذا، المشروع العلاج، عالج بالعلاجات المباحة طلبا للإنجاب ولا تيأس. وكذلك من العلاج أن تتزوج بأخرى إذا كان عندك إمكانيات، فلا لا تقتصر على ما أنت فيه وتقول أنا متوكل على الله وأنا تترك الأسباب، لا، افعل الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل عن حكم زكاة الذهب الملبوس والمخزون. المخزون تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما الملبوس فليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم. نعم. يسأل أيضا عن حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة من أجل ترغيب الناس في العمل. الأحاديث الضعيفة التي لم تبلغ يعني في ضعفها النهاية، إنما فيها ضعف، هذه يعمل بها الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال، ولا يبنى عليها حكم شرعي من وجوب أو تحريم أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى يختم بها هذه الرسالة عن الحكم الشرعي في المغالاة في المهور، وماذا تنصحون أولياء أمور البنات؟ نعم، المغالاة في المهور فيها أضرار على الناس، والمطلوب شرعا تيسير الزواج. الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. والمبالغة بالمهور يصعب الزواج على الناس، لا سيما على المقلين من المال، يؤخر الزواج ويحصل بذلك مفاسد. والمتزوج ينبغي أن يعان، لأن هذا مشروع عظيم فيه نفع عظيم للمتزوجين ونفع للمجتمع، فينبغي تيسير المهور مهما أمكن ذلك. نعم. يقول هذا السائل: فكري فضيلة الشيخ، بماذا تنصحون الذين يقولون بأن صلاة الرجل في بيته جائزة، وإذا قلت لهم صلاة الرجل في المسجد أفضل يقول لك أريد درجة واحدة لا أريد 27 درجة؟ نسأل الله العافية، هذه مغالطة. الصلاة في المسجد واجبة، ما هي مستحبة فقط، صلاة في المسجد واجبة، ولا تجوز الصلاة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المتخلفين عن الصلاة لأن يحرق عليهم بيوتهم في النار لولا ما فيها من النساء
الأبائي والذرية. والصحابة يقولون وما يتخلف عنها. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهو موصوف بالنفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين، يعني صلاة الجماعة، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما. شوف أتوهما دل على أنهم يأتون للمسجد، أتوهما ولو حبوا، ما قال ولو يعلمون ما فيهما صلوهما، أنهم سيصلون، لكن إذا صلى منفردا لم يقم بالواجب، يخشى على هذا القائل. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل محمد عن حكم دخول صلاة التراويح بنية صلاة العشاء. يجوز لمن فاتته صلاة العشاء أن يدخل مع الإمام في صلاة التراويح، إذا سلم الإمام يقوم ويكمل صلاته، لأن القول الصحيح أنها تصح صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل محمد علي: هل تصح صلاة الصبية في الصف الأول؟ وهل صحيح بأنه يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتب الصفوف حيث يكون الكبار في الصفوف الأول والصبية في الخلف؟ الصفوف الأول لمن سبق من الكبار والصغار، لمن سبق. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه ما نستهموا. الصفوف الأولى لمن سبق من كبار ومن صغار. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الكبار إلى أن يتقدموا ويبكروا ويكونوا خلف الإمام، لسيما أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم ومن بعدكم. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي للمسلم أن يتقدم إلى المسجد وأن يسبق إلى الصف الأول وإلى القرب من الإمام. نعم. هذا السائل رضوان يقول: فضيلة الشيخ، هل انعقد الإجماع في عهد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن صلاة التراويح 20 ركعة؟ وما حكم هذا الإجماع؟ وهل هناك فرق بين هذا الإجماع واتفاق الصحابة؟ صلاة التراويح سنة مؤكدة، ولم يحدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا للركعات، فيصلون 23 كما فعل عمر والصحابة في عهده، يصلون أكثر من ذلك أو أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ومعلوم أن النبي يصلي وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جمعا بين الأحاديث وبين الأقوال، قال: هذا يرجع إلى نوعية صلاة التراويح، فمن كان يطيل القراءة والركوع والسجود فإنه يقلل عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان يخفف لأجل ملاحظة المأمومين ورفقهم فإنه يصلي 23 ركعة كما فعل عمر والصحابة معه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أم عمر تقول: ما مقدار كفارة اليمين؟ وهل تكون طعام أو مال؟ وما مقدار؟ الله جل وعلا قال: كفارته إطعام 10 مساكين، 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي كيلو نصف من الطعام. هذا المفتى به الآن، يعني 15 كيلو على 10 فقراء، كل واحد له كيلو ونصف، أو عتق رقبة، طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم يطعمون أهليكم، أو كسوتهم. ثلاثة أمور يخير بينها: إما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسو 10 مساكين لكل مسكين ثوب، وإما أن يعتق رقبة. أيها فعل قد أجزاء والحمد لله، وإن كان العتق أفضل. فإذا لم يجد شيئا من هذه الثلاث فإنه يصوم 3 أيام، ففيها تخيير وفيها ترتيب. أحسن الله إليكم. يقول ناصر الشمري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز تشغيل سورة البقرة من المسجل لطرد الشياطين من البيت وأثناء خروجنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تقرأ فيه قراءة حية. أما المسجل هذا تسجيل صوت، فهذا لا يكفي، المسجل لا يكفي، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادة لا يقوم بها المسجل، بد أن تكون قراءة من مؤمن. يسأل عن حكم وضع الماء المقروء عليه القرآن في
الأكل؟ لا أعلم شيء من هذا، لكن الماء الوارد أنه يشرب الماء المقروء فيه القرآن لأنه من الرقية كما في الحديث، يقرأ في الماء ويشربه المريض أو المتعفر. نعم. هذا أبو عبد الرحمن أرسل بسؤال يقول فيه: هل يجوز دفع ثمن عسب الفحل تلقيح الحيوانات سواء كانت إبل أو بقر أو خيل وغيرها لصاحب الفحل، خصوصا بأنه يوجد عندنا ارتفاع كبير في ذلك بالنسبة للخيل بارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل لأن هذا من الأمور التي ترجع إلى المروءة والكرم، وبيعه دناءة، بيع هذا الماء دناءة من الإنسان، لا يبذل بدون ثمن، هذا هو المطلوب واللائق بأهل الشيمة والمروءة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم التورب بالتشهد وهل هو خاص بالرجال والنساء؟ التورب في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام هذا، أما التشهد الأول فإنه يفترش ولا يتورك، يفترش، وأما التشهد الأخير فإنه يتورك، وليس هناك فرق بين الرجل والمرأة، ليس هناك دليل على الفرق بينهما، لكن المرأة تستر نفسها تتحفظ. محمد صلاح الدين يقول: ما هو وقت أذكار المساء؟ هل هو بعد العصر أم بعد المغرب؟ وإذا قال في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال حين يمسي، هل المقصود بعد العصر أم المغرب؟ المساء يبدأ من زوال الشمس، كل وقت لقراءة الورد، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، كل وقت للورد، المساء واسع، يورد في أي وقت تيسر له ذلك. يسأل فضيلة الشيخ عن إهداء قراءة القرآن للميت، يقول: أريد الراجح في هذا. لا دليل على قراءة القرآن للميت، هذا ما ورد فيه دليل، القول به قول بلا دليل، فتركه لا شك أنه هو الأصل والبراءة، والميت إذا أردت أن تنفعه بما ورد من الأدلة من الدعاء له، صدقة عنه، الحج والعمرة، إيقاف الوقف له. هذا يسأل فضيلة الشيخ: بناء المساجد له وذلك. يقول: ما حكم من خرج من المسجد مسافة 20 بيت أو يزيد بنية الرجوع، هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ ليس العبرة بالمسافة، العبرة بالزمن، إذا كان خرج من المسجد لحاجة ويرجع قريبا فإنه لا 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 ليس عليه تحية مسجد، لأنه يعني في حكم الباقي في المسجد، أما إذا كان يخرج من المسجد ويمضي وقتا طويلا ثم يعود فهذا يصلي تحية المسجد. نعم. يسأل في سؤاله الثاني يقول: هل يعتبر جلوس الشخص على كرسي في المسجد جلوسا في المسجد؟ نعم، وجوده في المسجد ولو قائما ولو ماشيا وهو يذكر الله يقرأ القرآن، وجوده في المسجد بنية العبادة ويدخل في الاعتكاف. نعم. يقول: دخلت المسجد وقد فاتتني ركعتين، فلما سلم الإمام قمت حتى اعتدلت، وأنا على ذلك سجد الإمام سجود السهو، هل أكمل الصلاة أم أسجد معه؟ إذا قمت لتأتي بما فاتك وسجد الإمام بعد ما قمت فلا ترجع، أما إذا سجد الإمام قبل أن تقوم يلزمك أن تسجد معه. نعم. هذا السائل أحمد الرفاعي يقول: السلام عليكم، نحن نعمل في شركة بنظام الورديات، وفي يوم الجمعة نصلي صلاة الجمعة حيث يخطب بنا أحد الزملاء، وحيث أنه لا يتضرر العمل، وأخبرنا أحد الإخوة بأنه لا بد أن نصليها ظهرا لأن ذلك أفضل. يقول: هم أفضل، هذا هو الواجب، لا يتجوز لهم صلاة الجمعة لأنه لا تتوفر لهم شروط إقامة صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تقام إلا بفتوى من الجهة المختصة، لا يجوز هذا لأن الجهة المختصة الشرعية تنظر في توفر الشروط والمسوغات ثم تأذن إقامة صلاة الجمعة، هذا خطر عظيم، يعني إن الإنسان يصلي على حسب هواه وحسب رأيه بدون رجوع إلى أهل العلم وأهل الشان، لا تبرأ ذمته بذلك، فصلوها ظهرا في مكان. هذا السائل يقول: هل لابد من ختم القرآن في رمضان وفي صلاة التراويح عموما؟ هذا أفضل، نعم، كون الإمام يقرأ أو المصلي منفردا يقرأ القرآن في صلاة التراويح ويبدأ من أول ليلة ويختم في آخر ليلة، هذا أفضل. نعم. الأخت السائلة تقول بأنها وثلاث من البنات في المدرسة كنا يصلين الظهر جماعة وأيضا سنة الظهر جماعة، فهل للنساء أجر جماعة أم لا؟ وهل يجوز تقول أن نصلي السنة جماعة؟ السنة لا، هذا خطأ، صلي كل واحدة منفردة، وأما الظهر إذا أو الفريضة إذا صليناها جماعة هذا أفضل من تفرقهن. نعم. هذا السائل يسأل عن حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة، وهل يعارض ذلك النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؟ هذا مستثنى، يجوز
يجوز قضاء راتبة الفجر بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله عن ذلك فأخبره أنها راتبة الفجر فأقره على ذلك، وذلك يدل على أن راتبة الفجر مؤكدة، أنها من أكد الرواتب، لا يتركها المسلم لا حضرا ولا سفرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. فقرته المشتملة على هذا السؤال بالنسبة للرواتب إذا فات وقتها هل تقضى؟ أحسن أنها تقضى، إذا قضاها فلا بأس. نعم. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يبدأها عن السلام والإمام يخطب يوم الجمعة، وما حكم الرد أيضا؟ يقول ما يسلم إذا جاء، لا يسلم، بل يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين ثم يجلس بدون كلام. نعم. يقول اختلفت مع أحد الزملاء بأن ولو سلم لا يرد عليه. نعم. إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل يصلي تحية المسجد أم يتابع المؤذن؟ يصلي تحية المسجد من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يتخطى الصفوف يوم الجمعة وما الضابط في ذلك؟ لا يجوز تخطي الصفوف لا يوم الجمعة ولا غيره، وهذا منهي عنه متوعد عليه، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجلا يتخطى الصفوف قال اجلس قد آذيت وآنيت، فلا يجوز تخطي الصفوف. قال العلماء إلا إلى فرجة لا أمامه لم يسدها الحاضرون فإنه يذهب إليها، لأنهم هم الذين أسقطوا حق أنفسهم حيث لم يسدوا هذه الفرجة. يقول السائل الشيخ هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث؟ نعم كما جاء في الحديث، أريد زيادة على الحديث، الله جل وعلا قال إنما يعمر مساجد الله، يعني بالصلاة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والحديث جاء في تفسير الآية وذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. أخيرا نختم هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ بسؤال الأخ سالم، يقول هل يجوز كتابة آيات من القرآن الكريم مثل آية الكرسي على أواني الطعام أو الشراب لغرض التداوي بها؟ إذا كان يكتبها في الصحن أو في الإناء ثم أو في الورقة ثم يغسلها، يغسل الكتابة ويشرب الغسيل، هذا جائز وهذا من الرقية، هذا داخل في الرقية. أما كتابتها في الصحن أو على الجدار أو على البركة أو لطرد الشيطان فهذا لا يجوز. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء المبارك والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة هذا الأسبوع. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة